مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لاعب 12 في الشرقية. موعدنا اليوم بالتأكيد يتجدد وحديث حول محور رياضي مهم جدا نبدأ به بعد الفاصل إن شاء الله. أتمنى تظلون ويانا. القوة الجوية، هذا النادي الكبير وهذا الاسم العريق بكرة القدم العراقية، يوم أمس كانت هناك يعني مناسبة مميزة جدا بذكرى تأسيس القوة الجوية العراقية وتأسيس نادي القوة الجوية، الذكرى 84 لتأسيس واحد من أندية العراق الكبيرة والعريقة اللي حقيقة قد ما نتكلم عنها وقد ما نعدد لاعبيها وإنجازاتها فهي قليلة بحق هذا النادي الكبير. يوم أمس كان هناك احتفالية كبيرة بمقر النادي احتفالا بهذه المناسبة بالذكرى 84 بتأسيس القوة الجوية وبتأسيس فريق نادي القوة الجوية، احتفاليات كبيرة ومناسبات كثيرة بالنادي، توزيع هدايا ودروع، كل هذه الاحتفالية راح نتابعها اليوم إن شاء الله عبر اللاعب 12 وعبر الشرقية بالتأكيد، والحديث عن وضعية الفريق بالدوري والاستعداد للمواجهات المقبلة وكل هذه الأمور راح نتابعها إن شاء الله اليوم باللاعب 12 بالشرقية. زيد السراج كان متواجد بهذه الاحتفالية ويعني عمل لنا هذا التقرير، بالتأكيد نقول مبارك لكل مشجعي وجماهير القوة الجوية الذكرى 84 لتأسيس ناديهم، ونتمنى لهم دائما أنه يظل فريقهم فريق القوة الجوية وكل فرق القوة الجوية بكل الألعاب قوية عزيزة وتحقق الإنجازات وتحقق الألقاب وترفد منتخباتنا وأنديتنا باللاعبين الكبار بمختلف الألعاب. زيد السراج من مقر نادي القوة الجوية وهذا التقرير. عقدا بعد آخر يزداد العريق شبابا ويتوهج عطاء لينير بألقه دروب المستديرة، تلك التي لم تعرف أي منتخب عراقي دون أن يتواجد أبناء القوة الجوية فيه. حفل سنوي بذكرى التأسيس جمع بين نجوم سابقين قدموا عطاء كبيرا للقميص الأزرق وكانوا ولا زالوا أوفياء له حد النخاع، وآخرين اعتزلوا قبل فترة ليست بالطويلة مع شباب طموح يروم الوصول إلى منصات التتويج كما فعل من سبقه هنا داخل البيت الجوي الذي يبرق بومضاته شعرا ونثرا كتب على جدرانه بتواريخ الإنجازات التي تحققت. لكن الواقع ليس ورديا كما يتصوره البعض، بل يحتاج إلى اهتمام حقيقي ونهضة عمرانية تزيل غبار الزمان وتشرع ببناء مدينة رياضية عصرية تليق بالصقور ومكانتها القديرة ما بين الأندية العراقية. 84 عام مرت على تأسيس أعرق الأندية العراقية، وبين رواد الأمس ونجوم اليوم يطالب المسؤولون بأن يهتموا أكثر بهذا الصرح الكبير لأنه قطب كروي مهم. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن يعني مبارك للقوة الجوية إدارته ولاعبيه وجمهوره مدربيه، مبارك لكل من مر بهذا الصرح الكبير الصرح الأزرق بكرة القدم العراقية، الذكرى 84 لتأسيس القوة الجوية وتأسيس النادي، مناسبة كبيرة يعني. وبالتأكيد مثل ما قلنا ما عمله فريق القوة الجوية لكرة القدم العراقية شيء كبير وكثير، لاعبين كبار يعني ما نريد نذكر أسماء محددة حتى لا نغبن ونظلم أسماء كبيرة أخرى بكرة القدم وبباقي الألعاب، كلكم نجوم، كلكم الله ينطيكم الصحة والعافية والله يرحم من يعني غادرنا ولكن بتاريخه بإنجازاته هو حاضر ويانا، قدم القوة الجوية للرياضة العراقية بشكل عام كل الخدمات وكل الإنجازات، حقيقة شيء كبير وكثير للقوة الجوية ما فعله بالرياضة العراقية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. نجوم
ورموز هذا النادي الكبير تحدثوا لي زيد عن هذه المناسبة الكبيرة، عن وضعية الفريق في الدوري. المدرب القدير الكابتن عبد الإله عبد الحميد، واحد من نجوم القوة الجوية، وأيضا الكابتن أحمد خضير المستشار الفني لفريق كرة القدم، تحدثونا عن هذا اليوم الكبير بتاريخ القلعة الزرقاء. نتابع. ٨٤ عام تمر على تأسيس نادي القوى الجوية عريق الأندية العراقية، مطالب الرواد ونجوم اللعبة للمسؤولين على النادي. طبعا نهني نادي القوى الجوية وعشاقه وجماهيره سواء كان بالعراق أو خارج العراق على هذه المناسبة الغالية، ونقول أنه نضيف أنه نادي القوى الجوية صاحب الإنجازات والألقاب وصاحب أوسع قاعدة جماهيرية بالعراق. الحقيقة يعني الظروف اللي يمر بها النادي وكل الأندية، خاصة يعني الأندية المؤسسات بعد الظرف الاقتصادي، أصبحت يعني لا تلبي طموحات الرواد خاصة واللي خدموا يعني الرياضة وبالأخص كرة القدم. احنا نقول انه استذكارهم في هذا اليوم هو يكفي، وخاصة انه هذا يوم مبارك، يوم عيد تأسيس القوة الجوية ونادي القوة الجوية، ولكن يعني يبقى الرائد هو عين على النادي الأم، ونادي القوة الجوية ان شاء الله ما يقصرون الجميع يعني استحصال الموافقات على تكريمهم ماديا، وهم الحقيقة يستحقون لانه افنوا حياتهم في سبيل نادي القوة الجوية واسعدوا جماهيرهم، وكانوا أكثرهم كانوا أعمدة بالمنتخبات الوطنية، فأشوفهم يستحقون كل التكريم، ولكن يعني يستحقون الإعجاب من عندنا اليوم بحضورهم، لأنه يعني حضور يدل على تواصلهم وحبهم لنادي القوى الجوية. كابتن، في ذكرى سنوية لتأسيس نادي القوى الجوية، أبناء النادي نجوم النادي شلون يشوفون النادي اليوم، مطالبهم للمسؤولين في رعاية وتطوير نادي القوى الجوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم تمر ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى تأسيس بيتنا الثاني نادي القوى الجوية، الذكرى 84. القوى الجوية يعتبر من عرق الأندية ومن أقدم الأندية، تأسس سنة 1931، قدم وخرج الكثير من النجوم والأبطال على مستوى كافة الألعاب، فاليوم استذكرتهم إدارة القوى الجوية بهذا الكرنفال، واستذكرتهم بدروع للرواد القدامى ولو شيء بسيط، واستذكارا لهم ولعوائل أيضا العوائل المرحومين المستشهدين، الكابتن الكبير المرحوم ناد خاشم والكابتن الكبير منذر خلاف. صادفت هذه البطولة هذه الاحتفال مع بطولة دعم القوات الأمنية والحج الشعبي وأبناء العشار البيشمرق وكل من يحمل السلاح بوجه الإرهاب، بطولة النهاية بطولة النصر والتلاحم تحت شعار بكم ننتصر. فاليوم هو عرس كروي، فإن شاء الله نطلب من كل الوزارات وأن تهتم بالرواد، ومن الأندية أن تهتم بالرواد، الأبطال الذي قدموا حال بهم العمر أن يجلسوا في البيت، يجب أن يستقدمون ولو براتب تقاعدي، فإن شاء الله هي دعوة منهم إلى استذكارهم في كافة المجالات الخدمية إن شاء الله. فعاليات كبيرة أقيمت بهذا اليوم بالتأكيد، يعني راح نتابع بعد شوية لبطولات لفعاليات بكمال الأجسام، الألعاب الأخرى أيضا، مباريات بخماسي الكرة للفرق، وبالتالي هاي المباريات كانت دعم لقواتنا الأمنية ودعم لها في معركتها إن شاء الله. وبالتالي يعني نعود لنذكر أن القوة الجوية واحد من الأندية الكبيرة اللي تعمل بشكل كبير لكي يكون لها يعني بصمة مؤثرة بتاريخ كرة القدم العراقية، وهذا ما حصل بالفعل. القوة الجوية كبير بجماهيرها، بتاريخها، بإنجازاتها، برفده للمنتخبات الوطنية والأندية بالكثير من النجوم اللي الله يعطيهم الصحة والعافية ويبارك بهم وبكل عملهم. الجوية هذا الموسم أيضا بعد تغيير الكابتن ناظم شاكر واستقدام المدرب عباس عطية، نتائج تحسنت وأصبح بالصدارة، يقدم مستويات طيبة، ويعني تنتظر مباراة كان من المقرر أن تكون يوم الجمعة أمام الكرخ، لكن المباراة أجلت إلى يوم السبت، وإحنا بعد شوية إن شاء الله راح يعني نأخذ الخبر الأكيد من أعضاء الهيئة الإدارية ومن المكتب الإعلامي للقوة الجوية، رح ناخذ الخبر الأكيد من حول هذا الموضوع، حول تأجيل مباراة الجوية والكرخ يوم واحد، من يوم الجمعة إلى يوم السبت. القوة الجوية يبلي البلاء الحسن في الدوري العراقي. نتابع التقرير وبعدين نرجع لكم.
برغم عملية اعتذار المدرب ناظم شاكر، إلا أن الصقور لم يتخلخل توازنهم أبدا وظلوا محلقين عاليا في سماء الدوري الممتاز مع عباس عطية، متصدرين لمجموعتهم الأولى مع فرق جماهيرية قوية. المد الأزرق لن يتوقف عند هذا الحد أبدا، بل يطمح لاعتلاء منصة التتويج والفوز بلقب الدوري الممتاز بعد غياب شارف على العقد. الأزرق يمتلك كل مقومات النجاح من إدارة نموذجية وفرت الأموال للعريق، ولاعبين كبار لهم تاريخهم الدولي الجيد، ومجموعة من الشباب الذين يتمناهم أي نادي آخر، وقاعدة جماهيرية كبيرة تؤازر الفريق أين ذهب وارتحل. لكن النتائج القادمة في المرحلة الجديدة هي من ستحكم على القوة الجوية بشكل واضح، وستفصح حتما عن أحقيته من عدمها بالظفر بدرع الدوري. إذن بالتأكيد القوة الجوية يسير بقوة نحو الدوري النهائي أو دوري النخبة، اللي يعني بالتأكيد راح ينتهي يوم 30/5 أو 31 بأبعد تقدير، وبالتالي طموح القوة الجوية بمدربه بلاعبيه بجماهيره أن يكون هذا الفريق قويا جدا في هذه المنافسة، يحقق لقب الدوري الغائب عن التتويج من فترات طويلة. منو جاهز ويانا علي لو سمحت؟ طيب، ينضم إلينا الآن عبر التلفون من بغداد السيد حسن صاحب، مدير المكتب الإعلامي لفريق نادي القوة الجوية. بداية سيد حسن، يعني مرحبا بك، دائما سعداء بتواجدك ويانا باللاعب 12 وبالشرقية. يعني مبروك الذكرى الـ 84 لتأسيس فريق القوة الجوية، وذكرى تأسيسه بالتأكيد عزيزة علينا كلنا. القوة الجوية اسم كبير وواحد من الأعمدة والركائز الأساسية للرياضة العراقية. انت مكانك لو تسمح اذا تغيره، لان مكانك ما يعني بمشكلة بالصوت. سيد حسن غير مكانك لو سمحت، غير مكانك لو سمحت. يعني الصوت غير واضح شباب، يعني غير مكانك الآن. سيد حسن تسمعني؟ طيب، يعني عندنا مشكلة بالصوت في بغداد، ها مشكلة الاتصالات يعني مع الأسف. المهم، مهدي جاسم واحد من نجوم القوة الجوية، نجوم منتخباتنا الوطنية، أيضا نتحدث عن هذه المناسبة. نسمع الكابتن مهدي جاسم وبعدين نرجع لاتصالنا الهاتفي إن شاء الله. كابتن مهدي جاسم، مطالبات اليوم الرواد نجوم الأمس للمسؤولين على هذا النادي في عملية بناء ملعب جديد، في عملية احتفال الرواد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو قدمت الهيئة الإدارية حاليا في حالة مشكورة عليه، بأن هي احتضان للرواد وتكريم في يوم ولادة القوة الجوية، ولادة القوة الجوية العراقية. فهذا الاحتفال احتفال جيد رغم بساطته، احتفال إلى مدلولات واي، وراح أنا متأكد راح يصير بعد أمور أفضل بها. هاي والشيء الثاني، يعني احنا نتمنى كنادي وكرواد وكلاعبين وكمدربين وكهيئة إدارية، نتمنى نريد صرح رياضي يليق بالقوة الجوية. يعني هذا الصرح الرياضي نتمنى من شركات الاستثمار، نتمنى من الاتفاق مع كهيئة إدارية مع شركة الاستثمار بين تبني في الصرح الرياضي لنادي القوة الجوية صرح خاص ملعب، لأن ماكو لحد الآن لا وجود ملعب يليق باسم القوة الجوية، واسم القوة الجوية كبير في عالم كرة القدم. إذا موضوع الإنجازات وإذا موضوع التاريخ، لأنه لو تلاحظه هو أول فريق عراق فاز على منتخب الصين، يعني عدة شون مقدمات كثيرة بتحقيق عدة انتصارات. المهم أتمنى أكون كهيئة إدارية محض فكرها، يعني هذا الصرح لا يكون يبني على مجمع كبير. الاتصال جاهز معنا، ينضم يرجع لنا السيد حسن صاحب
مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية. بداية سيد حسن مرحبا بك وسعيد جدا بتواجدك ويانا. يعني مبارك الذكرى 84 لتأسيس القوة الجوية، واحد من صروح الرياضة العراقية. سيد حسن مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الشرقية. طبعا بالأمس احتفل نادي القوة الجوية بالذكرى 84 على تأسيسه. نعم. بحضور شخصيات رياضية وبرلمانية وشعبية. نعم. وكان الرفاق حقق النجاح بجهود جميع العاملين في نادي القوة الجوية، بدءا من رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الفريق ضد الطيار أنور حمد أمين، مرورا بنائب رئيس الهيئة الإدارية الأخ وليد حميد الزيدي وأمين السير صاحب حسن عباس. فكان المهرجان بحق يليق بنادي القوة الجوية وتاريخه. نعم سيد حسن، يعني بالتأكيد 84 سنة كبيرة، بها كثير من الإنجاز، بها كثير من العمل والعطاء والخدمة للرياضة العراقية. كيف تلخص لنا يعني بكلمات بسيطة ولو صعبة جدا مسيرة القوة الجوية طوال هالسنين؟ نعم، كما تعرف الآن نادي القوة الجوية ومتمثل بالفريق متصدر لمجموعته، ويمتلك الفريق ملامح البطل، وإن شاء الله تتحقق رباط الجماهير بخطف اللقب الدوري لهذا الموسم، ويتزامن بإذن الله حصاد اللقب مع ذكرى التأسيس. لذلك جميع الجهود في نادي القوة الجوية تصب بهذا الاتجاه، سواء كان إدارة نادي أو ملاك تدريبي أو اللاعبين. نعم. طيب سيد حسن، يعني سمعنا أخبار اليوم أنه مباراتكم مع الكرخ تأجلت للسبت، ما عرفتن في تأكد هذه المعلومة؟ نعم، تم تأجيل المباراة إلى يوم السبت. يفترض كانت تقام بكرة الجمعة وتم تأجيلها إلى يوم السبت. شنو السبب التأجيل سيد حسن؟ لا، أول أي سبب آخر ما أقول، لكن يبدو يعني هناك رؤية لاتحاد كرة القدم بهذا التأجيل، وبالتالي ذلك نعيش في العاقل أمام الفريق سواء نادي القوة الجوية أو نادي الكرخ. يعني حظت بالموافقة وخلاص المباراة حددت يوم السبت أي ساعة؟ نعم، الساعة 3:30 بإذن الله. طيب الآن يعني كيف وضع الفريق الفني؟ والآن بعد تحسن النتائج، بعد الفوز على الزوراء والنتائج الطيبة الأخيرة مع الكابتن عباس عطية وجهاز المساعد، يعني بالتأكيد التطلعات صارت أكبر. كيف هو وضع الفريق فنيا داخل الملعب سيد حسن؟ بكل تأكيد تطلعات نادي القوة هو خطف اللقب لهذا الموسم حقيقة. نعم. والفوز النادي على نادي الدورة في المباراة السابقة أعطى معنويات إضافية معنوية ونفسية للفريق ليجتاز خصومه في المباراتين المقبلتين، وبالتالي يكون في المجموعات متصدرا الفريق مجموعته، وحين هذا كل حاجة حديث لكوننا لم نعلم شكل المجموعتين في الدوري في خاتمة الدوري. نعم. كل اللاعبين جاهزين لمواجهة الكرخ، غياباتكم من سيتخلف عن المباراة؟ لا توجد غيابات باستثناء الحمادي احمد، تعرف صعب يعني ستطول، ونتمنى ان يعني يتماثل بشفاء لشان الفريق في المباراه الممكنه على اقل تقدير في خاتمه الدوري. اما باقي اللاعبين فهم جاهزون لمباراه الكرخ بحماس عاليه وباندفاعيه عاليه وبمعنويات عاليه جدا، لا سيما ان الملاك التدريبي للفريق وضع نصب عين هذه المباراه حتى يستمر في تربع على المجموعه التي يتصدرها خلال المباراه الماضيه. طيب سيد حسن، يعني اريد اسال، انت قريب بالتاكيد من ما يعني يطرح من اراء وربما بعدها قرارات بالفريق، وجهة نظر إدارة القوة الجوية للشكل المناسب للدور النهائي للدور العراقي، يعني هل لديكم رأي معين، أي آلية أو استراتيجية ممكن تقترحوها عفوا على اتحاد كرة القدم؟ والله تعرف يعني إدارة نادي القوة الجوية لا تعمل بمعزة عن باقي الأندية العراقية السهم الكبيرة، وهناك يعني نقاشات جادة بهذا الموضوع مع بعض الأندية للخروج بآلية تخدم جميع الأندية سواء الأندية أنتم عندكم شيء مفضل؟ عندكم كقوة جوية سيد حسن، عندكم شيء مفضل
يعني طريقة يعني تجمع ذهاب وإياب، أكو شيء معين في بالكم؟ نحن في هذه القوة الجوية ما زلنا ننتظر ما سيحصل خلال الأيام المقبلة، وبالتالي لنا إدارة النادي هناك رأي بهذا الاتجاه. حتى الآن سمعت بالرول وننتظر الأيام المقبلة وستحدد لنا رأي آخر بهذه الدوري. الوضع القوة الجوية هذا الموسم يعني كان في تحسن على مدار تقدم مراحل عمر الدوري، تشوف القوة الجوية الآن بوضع أفضل بالدور النهائي، ممكن تعيدون الجماهير الزرقاء بلقب الدوري هذا الموسم؟ كما قلت، إدارة النادي والمراكز التدريبي واللاعب وجمهور النادي هذا حق مشروع أكيد. ونحن متفائلون، وفريقنا فريق نادي القوة الجوية يمتلك ملامح البطل بكونه يمتلك نخبة خير من اللاعبين ومراكز تدريبي تمكن واستطاع من عودة الفريق إلى الواجهة مجددا، بدليل الآن يتصدر مجموعته. لذلك أجد أن اللقب الدوري ليس ببعيد عن نادي القوة الجوية. الجماهير بالتأكيد مع هاي الذكرى 84 تحملكم مسؤولية كبيرة سيد حسن، بمسألة أنه ينتهي صيام القوة الجوية وبعده عن الألقاب، يعني كيف تتعاطون مع هذه الضغوطات، ضغوطات الجماهير؟ طبعا كما تعرف الجماهير الجويه هي اللاعب الاساسي وهي الداعم في كل مشيره الفريق، وبالتالي مطالب الجماهير هي مشروعها لخطف اللقب، ودعم اداره النادي والمركز التدريبي لتحقيق هذه الطموحات المشروعاتي، ودائما وابدا جماهير نادي القوه الجويه هي العون والمساند لفريقها في كل السنوات. لذلك نتمنى ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى لتحقيق هذه التطلعات وهذه الاحلام المشروعه. كيف ترى يعني صوره السنوات المقبله سيد حسن؟ 84 سنه مضت ما شاء الله للقوه الجويه، كلها انجازات وكلها تاريخ، هل القادم افضل للقوه الجويه ان شاء الله بالسنوات الجايه على مستوى النتائج وعلى مستوى ايضا المحافظه على قيمه وتاريخ الفريق الكبير بالرياضه العراقيه؟ أكيد إدارة النادي سياسة بعيدة المدى بكل ما يتعلق بفريق كرة القدم، بكل ما يتعلق ببناء نادي كبير ويليق بسمعة نادي القوة الجوية، وإدارة النادي سايرة بهذا الاتجاه من أجل تحقيق نادي كبير يليق بنادي القوة الجوية بجميع المنشآت، سواء القاعات او الملاعب او المسابح او المنشآت الاخرى المرافقه لبناء مشروع كبير للقوة الجوية ان شاء الله. ان شاء الله. السيد حسن صاحب مدير اعلام فريق نادي القوة الجوية، كل الشكر الجزيل لحضرتك على تواجدك ويانا بحلقة اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقية، وحديثك عن يعني هذه المناسبة الكبيرة عن ذكرى 84 لتأسيس القوة الجوية وتأسيس الفريق، وأيضا أكد لنا معلومة أنه مباراة الكرخ اللي كانت مقررة الجمعة صارت السبت، المباراة أجلت إلى يوم واحد بموافقة الطرفين وعدم تأثيرها على الفريقين، فبالتالي مباراة الكرخ صارت يوم السبت مو يوم الجمعة، السبت مباراة الكرخ والقوة الجوية. كاظم وعل واحد من الأسماء الكبيرة جدا بتاريخ القوة الجوية وبتاريخ المنتخب الوطني وكرة القدم العراقية، الله يعطيه الصحة والعافية، نجم كبير. أيضا نتحدث عن أهمية هذه المناسبة بأن تكون يعني بداية جديدة لفريق القوة الجوية وخاصة فريق كرة القدم اللي هذا الموسم الآن بعد تحسن نتائجه يطمح أن يعود إلى لقب الدوري العراقي. نتابع كاظم وعل ومن تحدث عن هذه المناسبة الكبيرة. كابتن، اليوم نجوم القوة الجوية السابقين وأولاد اليوم شو يطالبون لهذا النادي العريق في أن يكون له ملعب، في أن يحتفظون الرواد؟ الحقيقة هذه المناسبة سعيدة، هو اللقاء اليوم لقاء عائلي، لأن أنا بالحقيقة أكو جماعة ما شفتهم 15 سنة 10 سنوات بإذن الله هاي السنة التقي بها، فنتمنى مناسبات عديدة إن شاء الله وبطولات عديدة حتى نتواجد ونشوف والروح الحزينة تطلع عندنا، أن نفرح نشوف نفسنا بحالات أحسن، يطور النادي، يطورون اللاعبين،
وهذا واجب لنا ان شاء الله، واجب للاداريه ومقصره، فان شاء الله الاحسن نحو الاحسن. شو تطالبون اليوم بالنسبه للملعب هذا العريق الجوي؟ شو يحتاج له؟ احنا نعرف وضعيه ومصيره، ان شاء الله المستقبل الجاي كفيل بالتغيير. هاي القاعده، القاعده سهله هسه، ان شاء الله نحو الاحسن بالقريب العاجل ان شاء الله. كابتن، مطالبات نجوم الامس اليوم بالنسبه للنادي لاحتفال الرواد في ذكرى السنويه لتاسيسه. نعم، هذه المطالبات هي مطالبات واسعه وعريضه وطويله جدا، والحقيقه احنا شرعنا بهذا الجانب عن طريق الاستثمار. استثمرنا وجود النادي ومساحة النادي الواسعة لكي يقام ملعب حديث متكامل وفق كل الأسس النظامية، وبنفس الوقت مسبح وقاعة ألعاب رياضية ونادي، يعني ملعب ثاني، إضافة إلى بارك السيارات ومرفقات أخرى. هذه كلها لا زالت تطور الروتين الممل القاتل اللي تمر بدوائرنا، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتيسر بأسرع وقت، وأن نلحق عليه بأعمارنا، على الأقل نلحق نشوف شبابنا يلعبون به. إذن الله يعني يرحم من توفاه الله من نجوم الرياضة العراقية ونجوم القوة الجوية، والله ينطي الصحة والعافية لكل يعني نجومنا الكبار، الكابتن القدير عبد الله عبد الحميد، الكابتن القدير كاظم وعال، البطل الفريق الطيار عبد الجليل شياع، الله يعطيهم الصحة والعافية. هي دعوة بالتأكيد هذا شيء مو غايب عن إدارة القوة الجوية ولا عن قيادة القوة الجوية، تكريم أبطالها الرياضيين، احتضانهم، رعايتهم بما يتيسر لها من إمكانيات وقدرات، فبالتالي الفريق وهؤلاء النجوم يحتاجون إلى رعاية لهم، إلى اهتمام، تقديراً لكل اللي سووه من إنجازات كبيرة للقوة الجوية. احتضانهم أمر ضروري، يعني القوة الجوية من الأندية اللي إلى حد الآن يعني محافظة على وضعها المادي والمالي، فبالتالي من الممكن أن ترعى هؤلاء النجوم. ودا نشوف الفريق الأول محتضن النجوم الكبار بالمؤثرين بالقوة الجوية، الكابتن رزاق فرحان، الكابتن أحمد خضير، الكابتن جاسم محمد غلام، اللي دا يعملون بشكل كبير وحقيقي لدعم الفريق وتوفير كل المشورة والمساندة، ويمتد أيضا للمدربي الفريق الأول، الكابتن عباس عطية ابن الجوية، الكابتن القدير ولي الظهد، الكابتن القدير حمزة هادي، يعني كل التحية لهم بالتأكيد. فكل هذا العمل يحتاج إلى دعم، إلى مساندة، وحتى لا يزعلوا من عندنا، كل الرياضات، كل الألعاب، كل الفعاليات اللي يعني تلعب وتمارس في القوة الجوية، نجومها الكبار ورموزها محتاجين إلى الدعم، إلى المساندة، حتى نضمن لهؤلاء النجوم أنه يفخرون بتاريخهم. فريق القوة الجوية هذا الموسم يقدم مستويات طيبة ومميزة، وينتظر يعني تنافس كبير في الدور الختامي للدور العراقي. نتابع التقرير، سلط لنا الضوء عليه وبعدين نرجع لكم. برغم عملية اعتذار المدرب ناظم شاكر، إلا أن الصقور لم يتخلخل توازنهم أبداً، وظلوا محلقين عالياً في سماء الدوري الممتاز مع عباس عطية، متصدرين لمجموعتهم الأولى مع فرق جماهيرية قوية. المد الأزرق لن يتوقف عند هذا الحد أبداً، بل يطمح لاعتلاء منصة التتويج والفوز بلقب الدوري الممتاز بعد غياب شارف على العقد. الأزرق يمتلك كل مقومات النجاح من إدارة نموذجية وفرت الأموال للعريق، ولاعبين كبار لهم تاريخهم الدولي الجيد، ومجموعة من الشباب الذين يتمناهم أي نادي آخر، وقاعدة جماهيرية كبيرة تؤازر الفريق أين ذهب وارتحل. لكن النتائج القادمة في المرحلة الجديدة هي من ستحكم على القوة الجوية بشكل واضح، وستفصح حتماً عن أحقيته من عدمها بالظفر بدرع الدوري. اليوم احتفلنا بالذكرى 84 لتأسيس القوة الجوية وفريقها،
وإن شاء الله كل احتفالية لكل نادي يحتفل بهذه المؤسسة واجب علينا يعني أنه نحتفل ونحتفي بهذه الأندية الكبيرة بعملها الكبير بتاريخها بإنجازاتها، يعني نتابعها ونذهب إلى زيارتها ونباركهم نبارك لهم هذا العمل الكبير. كل الأندية عزيزة وغالية علينا، الجوية والشرطة والطلبة والنجف وأربيل والزوراء، كل هذه الأندية أندية كبيرة، كل أندية العراق غالية علينا وتبقى يعني أندية معطاءة تعطي الأندية وتعطي المنتخبات اللاعبين بكل الألعاب بكل الفعاليات. وبالتأكيد القوة الجوية نبارك لهم مرة ثالثة ورابعة هذا الإنجاز، ونشكر كل من كان معنا بحلقة اليوم. كان مفروض يكون معنا السيد وليد الزيدي نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، لكن يعني مشكلة الاتصالات في مع بغداد مشكلة يعني كبيرة، وبالتالي يعني فشلنا بالحصول على السيد وليد الزيدي عبر التليفون يكون معنا. لكن الأهم من كل ذلك أنه السيد حسن صاحب مدير إعلام فريق القوة الجوية أكد لنا أنه مباراة الجوية مع الكرخ أجلت إلى يوم السبت بدلا من يوم الجمعة الساعة 3:30. فكل الموفقية لكل الأندية العراقية، مبروك للقوة الجوية، مبروك لكل الأندية العراقية عطائها وعملها، وإن شاء الله الأفضل قادم عن طريقهم وعن طريق عملهم للكرة العراقية بشكل خاص والرياضة بشكل عام. أصدقائي حلقة اليوم انتهت، وبانتهاء هذه الحلقة تنتهي حلقات هذا الأسبوع، على أمل أنه نلتقي يوم الأحد إن شاء الله بسلسلة حلقات جديدة من اللاعب 12 عبر الشرقية. وإلى يوم الأحد طبعا أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء. كأنك وانطلق ويا زين إيجو، وهسه معنى جديد للمشاركة ويا زين فايف، وبيتك ومكتبك زين راوتر صار إلك. يلا اشتري جهازك وإلك شهر انترنت ببلاش من عندنا، وتمتع بانترنت أسرع من السلة. أول صديق لطفلك هو كونفي الجديد. بواسطة الأشرطة الجانبية المطاطية سيكون طفلكم أسعد وأكثر حرية، لأنه سيتحرك بسهولة كبيرة. إن كونفي هو بالمستوى العالمي المثالي في إنتاج الحفاظات ذات الجودة العالية. بفضل المرونة والأشرطة الرابطة يتم لف خصر الطفل بالكامل ليحافظ على نمو جسم الطفل بأفضل ما يمكن. نمو طفلكم بشكل أأمن وأسعد مع أول صديق له، وهو كونفي. قبل كانت العائلة بصعوبة تجي على الريوق، بس بعد ما عرفوا وشاي محمود صاروا يتسابقون على الريوق، وبعد ما يستغنون عن شاي محمود. شاي محمود يجمع العائلة، شاي محمود لا مثيل له. حتى نسوي أكل طيب أكو 3 خطوات ذهبية. أول شي نفتح غطاء التونسا، ثاني شي نضيف التونسا على الأكل، ثالث شي نشكر التونسا. الأكل كلش طيب، عاشت إيدك. والله الأكل كلش طيب، على هذا الأكل الطيب لازم نشكر التونسا. طماطة التونسا. مكة ببرنجي ترخطير مكة، برنجي محمود تام بكا، برنجي محمود درجة يكا، ترتر بخور جي مكة، دنكي دريشة بوني بكا.
برنجي محمود. العشق الجديد لوجبات الطعام آل تونس زيت عباد الشمس. نسافر بعيدا لنأتيكم بأفخر أنواع البن الذي تقدمه لنا الطبيعة، محمص بأفضل الطرق. ننتقي أرقى أصناف البن في كل محصول نجمعه لنقدم لكم أغنى وأفخر فنجان قهوة لطالما حلمتم به. قهوة محمود، الكمال في كل فنجان. اليوم حنحضر لبن صافي وصحي وهم سهل التحضير. لبن صناعة منزلية، حليب التونس المجفف. نخلط كوب واحد من الحليب التونس المجفف ويا 4 مي مغلية. نغلي الحليب ونتركه يبرد لحد ما ينزل درجة التخمير. أضيف شوية لبن بالحليب اللي بردناه وغطيه بمنشفة دافية. نتركه 5 ساعات وعلى ما نضمن أحسن نتيجة نحطه 6 ساعات بالثلاجة. ونتذكر التونسي يستعمل أحسن مكونات من قلب الطبيعة الخضراء. على مود عائلتنا دائما تستمتع بحياة صحية وسعيدة. حليب التونس المجفف من قلب الطبيعة لنمط حياة كله صحة. الآن باقات الإنترنت صارت ميجا بايت أكثر، صلاحية أطول، سعر أقل، وإلك الاختيار. يلا اتصل بالرقم المجاني نجمة 321 مربع واكتشف عروض الإنترنت الجديدة كلياً. عيش سرعة الجيل الثالث 3.9G الحقيقية مع الشبكة الأولى وانطلق مع إنترنت أسرع من السريع. مشتاقون لأيام زمان؟ خلوا مزاج سندويشكم على مزاجكم. زوروا كيري إريبيا. الكحلاء أحد فروع نهر دجلة، يتفرع من دجلة شمال مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ويستمر في مجراه حتى مصبه في أهوار الحويزة. يبلغ طول النهر الكلي 36 كيلومترا. يقع على نهر الكحلاء قضاء باسمه هو قضاء الكحلاء، أو كما كان يعرف قديما بمنطقة القلعة، ويبعد عن مركز مدينة العمارة 20 كيلومترا. ويتفرع نهر الكحلاء في القضاء إلى 3 جداول، هي جدول الحسيتشي وأم الطوز والزبير، وجميعها تصب في هور الحويزة. جاءت تسمية نهر الكحلاء من كلمة الكحلة، وهي على وفق اللهجة لهجة أهل القضاء الدارجة، تعني الموقع المروري بالماء كثير النباتات. تذكر المخطوطات العثمانية أن نهر الكحلاء شهد حركة واسعة.